هذه العبقرية حكم الثقة التي نضعها تؤكد لنا باستشراف والمتابعة لهذا العمل الهندي وجسد السلام على رسول الله. روح الجزائر هو عمل أو عرض فني فارح من جماليات، أقول من جماليات الجانب الفني الذي سيعرض، ورح يكون أضخم عمل، أضخم عمل شهدته الجزائر عن عيد الثورة منذ الاستقلال بما يحتويه أولاً من الناحية النصية. عندما أقول من الناحية النصية أقصد أن النص الذي كتبه شعراء وأدباء ويعني كاتبي سيناريو ركزوا على مسائل في غاية الأهمية، من بينها التذكير بالفعل الحضاري الجزائري في حقبه المختلفة وبأبعاده الإنسانية والحضارية. أول مرة أكثر من 700 فنان، أكثر من 200 تقني، فنحن نقارب 1000، سنكون على الخشبة وفي الكواليس. عمل دام التحضير له 2 وأكثر كمجموعة كبيرة، ولكن كان من قبل في كتاب وفي شعراء وفي ملحنين موسيقيين حضروا لهذا العمل بالتدريج. إن شاء الله نكون في هذا الموعد وفي حسن ظن هذا الوطن. 70 من اندلاع الثورة الجزائرية يوم 1 نوفمبر، هي اليوم يعني بالذات تقدر تكون رمز مهم جدا، أن الشعوب اللي قاعدة اليوم تحارب على حريتها وعلى تواجدها كإنسان ككيان كوطن، أنها تأخذ الأمل من الكفاح الجزائري. أنا سعيد وأشكركم جزيلاً أيها السادة لاختياري ضمن فريقكم في هذا العمل الرائع، لكني أريد أن أتحدث عن سؤال يتردد على ألسنة محبي ويقارنون بين دوري في الرسالة وماذا سيكون دوري في هذه الملحمة. أقول وبكل صدق وبكل فخر أن البطولة هنا في هذا العمل هي لروح الجزائر ولتاريخ الجزائر، وكلنا نقاط لهذه الروح. نتشرف جدا بأن وجهت لنا الدعوة من القائمين على هذه الملحمة لنكون أفرادا في هذا العمل الذي أخرجه المبدع الكبير الأستاذ أحمد الرزاق، الذي سمعنا به قبل أن نلتقيه، وكان لنا الشرف أن التقيناه ولمسنا كم الجهد الذي يبذله الأستاذ أحمد مع طاقم العمل على خشبة المسرح.